لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم شباب، سامعين الصوت؟ تمام الحمد لله. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي العام والأزهري، أهلا ومرحبا في أكاديمية الدارين ومع درس جديد من مادة العلوم. النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الأول في الوحدة الثالثة، الدرس الأول في الوحدة الثالثة عن الوراثة، وهو بعنوان المبادئ الأساسية للوراثة. زي ما احنا عارفين إن الإنسان بيرث بعض الصفات منه، عشان كده الإنسان لاحظ إن في صفات تتورث زي لون العين ولون الشعر لون الجلد فصيلة الدم، دي بتنتقل الصفات دي من جيل لآخر. عشان كده العلماء يا شباب قسموا الصفات نوعين، صفات تنتقل من جيل إلى آخر بالوراثة، وصفات لا تنتقل من جيل إلى آخر سموها الصفات المكتسبة. يبقى عندي في صفات وراثية وفي صفات مكتسبة. الصفات الوراثية تنتقل من جيل إلى آخر، الصفات المكتسبة صفات غير قابلة. تمام شباب، تعال شوف الكلام ده في الصورة اللي جاية زي طلبة الصف الثالث الإعدادي. أي حد فينا يشوف هذه الصورة، طفل وأمه، طبعا في تشابه كبير جدا لون العين الشعر لون، فديت صفة وراثية. برافو يا سلمى، سلمى بتقولي صفات وراثية. لما الشخص دوت راجل بيلعب كمال أجسام بالتأكيد عياله، مش شرط يبقى زيه، دي صفات مكتسبة. برافو يا سلمى. بيقول لي أفكر لو احد الابوين اتعلم مهاره معينه لعب كره القدم، يا ترى ابو تريكه مثلا هيبقى اولاده كلهم ابو تريكه؟ ده مثال يعني لاعب كره القدم، تنتقل هذه المهاره الوراثيه لابنائه؟ بالطبع ايه؟ لا لا تنتقل الصفات. برحب بابا وسلمى معانا. ابا وسلمى عندنا صورتين، صوره على اليمين وصوره على الشمال. الصوره على اليمين صفات سلمى قالت وراثية، وأروى أكيد عليكم السلام يا أروى لو سمعان. الصورة على اليمين هي صفات وراثية، والصورة على الشمال صفات مكتسبة. بيدرسوا الوراثة، كان البشر بيستعملوا الوراثة في مجال الزراعة مثلا وتربية الماشية، تحدث تهجين بين سلالات اللي بتنتج لبن اكتر او لحوم، بحيث انه بيشوف السلالة اللي لها مميزات ويبدأ يكتر منها ويهجم منها بحيث انه يحصل على انتاج كثير. يبقى كان بيمارس اجزاء من علم الوراثة من غير ما يكون له اسم علم، لحد ما جه عالم مندل في الصورة، اسمه العالم مندل، بدأ في دراسة علم الوراثة. فمندل هو مؤسس علم الوراثة، وكان بيدرس ازاي الصفات الوراثية بتنتقل من جيل الى اخر، وازاي بتظهر الصفات ديت في الابناء. مندل كان عالم بيدرس الاحياء كائنات الحية، وكان ده بداية دراسته لعلم الوراثة على نبات الله او البازلاء، بسلة او البازلاء. قبل ما نشوف دراسته تعالى ناخد ملحوظة صغيرة، ان اسمه بالكامل جريجور يوهان
سنة 1922 توفى سنة 1984، هو مؤسس علم الوراثة وهو عالم نبات وراهب نمساوي. اكتشف طبعا له قانون مندل الأول والثاني، ودولت كان بيدرسهم على نبات البسلة. الأبحاث استمرت قرابة 7 أو 8 سنوات. مندل عمل ايه؟ عمله مندل عشان يتوصل يقول لي ما بيشتغل على نبات الايه؟ البسلة أو البازلة. لماذا اختار مندل نبات البسلة؟ قال لي نبات البسلة في سهولة في زراعته وفي سرعة في نموه. في سهولة وسرعة في النمو، سهولة في الزراعة وسرعة في النمو، غير إنه قصر دورة حياته، يعني بداية ما يتزرع لحد ما يتحصد اسمها دورة الحياة. دورة حياته قصيرة، عدة شهور، مش هتاخد سنين. أزهاره خنسة، يعني إيه الأزهار بتاعته خنسة؟ يعني فيها أعضاء التسكير وأعضاء التأنيس، يعني ممكن تتلقح حبوب اللقاح، تنتقل من زهرة إلى نفس الزهرة، يبقى هيحصل تلقيح إيه؟ ذاتي، تلقيح ذاتي. يبقى أزهار نبات البسلة أزهار خنسة، يعني يمكن إجراء التلقيح الذاتي أو التلقيح الخلطي. كمان إن هو سهولة تلقيحه، بمعنى إن حبوب اللقاح بتكون واضحة، حبوب اللقاح بتكون واضحة لدرجة إن الإنسان ممكن بفرشة صغيرة ينقل هذه الحبوب من المعتق إلى الميسم للمنس. كمان طلع فين القرن البسلة في حبوب كتيرة، مش بيطلع بذرية واحدة، بيطلع عدة بذور، وهو إنتاجه كبير جدا. يبقى إنتاج النبات عدد كبير جدا جيل واحد. كمان هو في صفات عكس بعضها بيسميها صفات متضادة، وليها اسم تاني هنعرفه إن شاء الله في أولى سنة، واسمه أليلومورفية، اسمها خواص أليلومورفية. يبقى في صفة تانية لعكسها نباتي قصير الساق. نبات أزهاره نوعين، في أزهار بيضة وأزهار قرمز، ممكن يبقى قرن أخضر أو يبقى اسمها صفات متضادة. يبقى عند سهولة زراعته، سرعة نموه، قصر دورة حياته، أزهار وخنسة يعني يمكن التلقيح ذاتي أو تلقيح صناعي، وإنتاجه ينتج أفراد كثيرة في الجيل الواحد، وفي صفات متضادة واضحة. في صفات طيب مندل اختار صفات، تعالوا مع بعض كده نشوف الصفات اللي مندل اختار. قال لي صفة لون القرن، القرن قد يكون أخضر اللون زي ما احنا شايفين يا شباب في الصورة، أو القرن لونه أصفر، يبقى في قرن إيه؟ أخضر أو أصفر. طبعا احنا عارفين إن معظم القرون بتاع البسلة معظمها أخضر. يكون أملس أو مجعد، أملس أو مجعد. اللون البذرة، البذرة يبقى لونها أصفر أو أخضر، أصفر أو أخضر. طب الأكتر حاجة إيه؟ يبقى زي الترمس كده لونها أصفر، لما بتنضج في نهاية الموسم، مش في بداية الموسم طبعا، إحنا ممكن يبقى يكون في البيت بنطبخ البسلة الخضراء اللي لسه طازجة، فبيكون لونها إيه؟ أخضر، دي اللي إحنا بنعمل لها الطبخ في البيت. لكن بتاع البذور بذرة للزراعة بيكون أصغر. في البسلة شكلها ايه؟ أملس، مجعد أو محزز، الزهرة ملساء أو مجعد، ما يملكيش شعره. انتوا منورين معانا بصراحة. طول النبات، النبات نفسه ممكن يبقى طيب وضع الزهر جانبي
طرفي، جانبي او طرفي. عمل ايه عشان يدرس صفة لون البذور؟ هو اولا هيمسك لون البذرة، احنا قلنا البذرة يا خضرة يا ايه؟ نسمعها ولا لا؟ صحيحين، البذرة قد بذرة البسلة قد تكون لونين. انا بسأل سؤال سلمى و سلمى وارو، صفرة برافو يا سلمى او خضرة برافو، يبقى فيه لونين صفرة او خضرة لون البذور. هيعمل ايه بقى؟ هو هيجيب نبات بيطلع بذور صفرة ويزرعه كذا مرة لحد يتأكد من الأجيال المختلفة بتطلع بذور صفرة، طلع بذور خضرة، بحيث يبقى الصفة نقية، تورثت فيها أخضر أخضر أخضر، فيبقى اسم الصفة صفة إيه؟ زهرة. ياخد النبات الأخضر ده البذرة دي يزرعها، ولما تطلع ثمرة يلقحها من بذرة كانت ليه؟ لأن لما لقح بذرة خضراء جاية من أصول كلها خضراء، يعني خضراء نقي صفة اللي هو هيزرع ده بذراية جاية من جدها أبا عن جدا عن جدا، كل جدودها كلها لونه إيه؟ أخضر. اما الصفر فمين يعني ايه كل جدودها؟ يعني زرع نبات كذا مره او اخضر 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 لحد ما اداني بذره الصفه خضر، ودي بذره الصفه ايه؟ صفر. دي الاباء لما زرعها وعمل تلقيح ادالي بذور، طلعت البذور كلها صفرة، البذور بتاع النباتات الناتجه لما زرعها دي وطلعت وكبرت ايه؟ صفرة. فنسمي النباتات الناتجه دي بذور ناتجه، هي الجيل الاول، بنسميها الجيل الاول. هياخد اي يزرعهم، وبعد ما يزرعهم يلقح الازهار الناتجه ويبدا يعمل ايه؟ يلقحهم مع بعض ويشوف الناتج. هيلاقي ان المعظم تلت الامتات تلات ارباع الانتاج، يعني 75% او تلاتة خف، واحد بس الربع هو الاخضر. تاني يا شباب، يبقى في الجيل التاني ظهر لون الاخضر، في الجيل التاني ظهر لون الاخضر بنسبة 25%، اما الجيل الاصفر البذرة الصفرة كانت بنسبة 75%، يعني بنسبة 3:1. الله، يعني كده يعني ايه؟ قال ان في صفة منهم هي الصفة السائدة، الصفة السائدة اللي عندها سيادة هي التي تسود على الصفة الخضراء، صفراء صفة سائدة على الصفة الايه؟ الخضراء. الصفة الخضراء تظهر في الجيل الثاني بنسبة 25-75، تمام؟ أول حد كده لاحظ من بالحاجة مجرد ان هو سجل ملاحظه، بعد ما سجل ملاحظه صفه البذور الخضراء هل بتطلع الزهره؟ الزهره عارفين فيها اعضاء تشكيل واعضاء ايه؟ تأنيس. عايز يضمن ان هو يلقح البذره الصفراء ببذره خضراء، فعايز يتاكد من عمليه التلقيح تمت للنبات ده بعينه بنفسه، بذات نفس النبات الاخضر، نبات الايه؟ الاخضر. فهنتزع الاسديه من النباتات الايه؟ ازهار، تمام؟ تمام يا اروى. الصفه الصفراء الخضراء متنحيه والصفه الصفراء سائده زي ما سلمى قالت. هو بيقول ليه انتزع الاسديه؟ علشان يضمن ان النبات ما يلقحش نفسه. لماذا انتزع من دي الاسديه من ازهار النباتات؟ عشان يضمن ان النبات لا يحدث له تلقيح ايه؟ ذاتي. اروى لو النت ضعيف ممكن تقفلي اي برامج تاثر على النت زي سكايبي مثلا او الماسنجر، اوقفيهم بس وقتا لحد ما نخلص الحصه.
فالحاجة بعد كده ان هو باستخدام التلقيح الخلط قام مندل بتلقيح زهرة نبات بتاع البذور الصفراء بلقاح من نبات بذور ايه؟ خضراء. خلاص كده لقح، هيعمل ايه؟ يغطي الميسم، يغطي الايه؟ الميسم عشان ما ياخدش حبوب لقاح تاني من اي زهر، بيضمن ان هي نفس حبوب اللقاح بس اللي هو نقلها هي فقط التي حدث منها التلقيح. طب واحد يقول لك يا استاذ انا بس ايه ناسي شكل الزهر. يا مستر بعد اذنك انا ناسي شكل الزهر، احنا خدناها قبل كده اه، بس ادي شكل الزهر اهي. الزهر عباره عن ايه؟ اوراق ملونه، وداخل اوراق الملونه الاجزاء اللي احنا شايفينها ده، الجزء المنتفخ ده اسمه مبيض اللي فيه البويضات، قلم وميسم اللي بتقع عليه حبوب اللقاح. حبوب اللقاح دي المذكره اللي هيحصل بتكون حبوبه كده البويضه. حبه اللقاح بتيجي من مين؟ من موتك. حبه اللقاح بتيجي من موتك، تمام. ده في البدايه هيقطع الميسم، هيقطع الميسم ديت عشان يضمن احساس تلقيح ذاتي. بعد كده يروح يجيب حبوب لقاح من زهره اللي هي خضراء ويلقح بها الايه؟ الميسم بتاع الصفراء. خلص يبدا يغطي مين؟ يبدا يغطي الميسم. غطى الميسم ليه؟ عشان يمنع اي حبوب لقاح ثانيه ان هي تلقح ثاني غير اللي هو عمل لها تلقيح. معايا يا شباب؟ دي كده خطوات من دي. الاهم من الخطوات هذه الخطوات الرائعة وملاحظاته الاستنتاج بقى. هو لاحظ ايه واستنتج ايه؟ شوفوا بقى يعني الذكاء بتاع هذا العالم. بيقول لاحظ ان النباتات بذور صفر واختفى لون البذور الايه؟ الخضراء. هو سماها الصفة السائدة، يعني مين اللي سمى كلمة سائدة؟ مندل. اي انها الصفة التي تغلب على الصفة الاخرى. واطلق على اللون الاخضر اسم الصفة الايه؟ الصفة المتنحية، وهي الصفة اللي تختفي في الجيل الاول. صفة تختفي في الجيل، هتظهر في الجيل الثاني بنسبة 25%. مندل بيقول لي ساب النباتات تلقح ذاتيا وزرع البذور الناتية في الجيل الثاني ليه؟ الربع فقط هو الأخضر والباقي كله إيه؟ أصفر، يعني التربع أصفر. دي ملاحظات، دي ملاحظات إيه؟ مندل. يبقى إذا في صفة سائدة وصفة متنحية، واللي سماه مبدأ السيادة التامة، مبدأ إيه؟ السيادة التامة. مندل كارل يكرر التجربة على سبع صفات بتاع مندل: الطول ولون الزهرة ولون القرن وشكل البذرة ولون البذرة وطول النبات ووضع الزهرة. يا ترى هو الزهرة لفت ولا في الجانبية؟ دي الصفات بتاعته ليها فعلا. الصفة السائدة هي اللي بتختفي في، هي تظهر في الجيل الأول وتختفي الصفة الإيه؟ المتنحية. عشان كده سمى إيه مندل؟ سمى الصفة السائدة، احفظ الكلمتين دول مهمة جدا، كده فاهمينها، نحفظهم بقى. الصفة السائدة هي الصفة التي تظهر في جميع أفراد الجيل الأول، نقولها مع بعض. نكرر عشان التكرار يعلم الشطار. الصفة السائدة هي الصفة اللي تظهر في جميع أفراد الأول. أصلاً الصفة اللي تظهر في جميع أفراد الجيل الأول صفة إيه؟ سائدة. سلمى بتسأل؟ طيب الصفة المتنحية سماها إيه مندل؟ سماها هي الصفة المضادة تختفي في افراد الجيل الاول. هي الصفه التي تختفي في افراد الجيل الاول، تمام يا شباب. فاضل بقى مبدا نفسه، يعني ايه السياده التامه؟ يعني ايه السياده التامه؟ يعني ظهور صفه وراثيه من الصفتين، ظهور صفه وراثيه في افراد الجيل الاول.
ظهور الصفة الوراثية لواحد السيدة في أفراد الجيل إيه الأول عند تزاوج فردين يحمل كلاهما صفة وراثية نقية مضادة للصفة الأخرى. يبقى لو قال لي اكتب المصطلح العلمي، لو قال لي يا شباب اكتب المصطلح العلمي ظهور صفة وراثية في أفراد الجيل الأول عند تزاوج فردين بيحمل كلاهما صفة وراثية، يبقى ده ايه؟ تعريف مبدأ السيادة التامة. مبدأ ايه؟ السيادة التامة. برافو يا سلمى. يعني بصراحة سلمى عمالة تجاوب وأنا عايز أديلها ايه؟ يعني سلمى تستاهل نجمة بصراحة. عايزين أربعة كمان تجاوب عشان تاخد زي سلمى كده نجوم. برافو. ايه اللي استنتجه مندل؟ مفيش مشكلة، احنا معاه منتظرين أروى، أهم حاجة بس معانا. والحصة كمان يا شباب بتتسجل على اليوتيوب، الحصة بتتسجل على اليوتيوب، يعني الناس اللي داخلة على اليوتيوب بتسمع الحصة ديت بعد كده تعرف إن إحنا بندي الحصة على أكاديمية الدارين. بتترفع على اليوتيوب بتاع موقع الأكاديمية برضو على اليوتيوب. ولماذا استنتج مندل من التجربة السابقة؟ استنتج ايه بقى؟ قال الصفة تعتمد على عوامل موجودة في النبات. هو قال كده، الصفة تعتمد على عوامل، يعني في عامل بيحدد لون الأصفر وعامل بيحدد لون الايه؟ الأخضر. ما بعد كده علماء غير من اللي سموا العوامل ديت العوامل الوراثية سموها جينات. جينات عندما يلتقي العاملان في الجيل الاول، طبعا الفرد بيرث او بياخد من الاب نص الماده الوراثيه وياخد من الام نص الماده الوراثيه، ياخد عامل من الاب وعامل من الام. لو كان العاملين واحد عامل للصفه المتنحيه وعامل للصفه السائده، فالصفه اللي هتظهر هي الصفه السائده مع ان عنده العاملين. بيقول الأنساج في الجيل الأول بتنقسم انقسام اختزالي وتلتقي مرة أخرى في تكوين الجيل إيه؟ التاني. تمام، كل ده كلام إحنا خدناه قبل كده، اللي هو الانقسام الميوز الاختزالي. طب عامل اللون الأخضر عادي تظهر الصفة صفرا. طب عامل اصفر مع اخضر يدي ايه يا سلمى؟ اصفر مع اخضر ايه الصفة اللي هتظهر؟ برافو، الصفة الصفرا. الصفرا انها الصفة السائدة. ده اذا لو حصل تلقيح ما بين اخضر واصفر فالصفة اللي هتظهر الصفة الايه؟ الخضراء. تمام. وعشان كده يا شباب هو حاط لي قانون مندل الاول، بيقول ايه؟ اذا اختلف فردان نقيين في صفاتهما المتبادلة او المتضاد فانهما ينتجان بعد زواجهما جيلا به صفة احد الفردين فقط ثم ورث الصفتان معا في الجيل الثاني بتالي الى واحد. ده اسمه نص قانون مندل الاول اللي هو سماه انعزال العوامل الوراثيه او قانون الانعزال. قانون ايه؟ الانعزال. في العوامل بتنعزل، انعزل ولا يبان قوي في الشكل الجاي، في شكل انعزال العوامل. برافو. تعالى نشوف ازاي. قال العامل هرمز له برمز يا كابيتال يا سمول. اروى مفيش مشكلة، يعني خلي الصفحة مفتوحة، النت ارجع ترجع تسمع صوتنا تاني. وقت ما يبقى النت كويس هتخش تشوف اليوتيوب هتلاقي الفيديو كامل ان شاء الله والصوت واضح. عندي بذور صفراء نقية. هرمز بالرمز السائد، يعني لو قلت هرمز العامل بالسي يبقى سي كابيتال، سي كابيتال ديت الايه؟ الصفراء. اما الخضراء تاخد ايه؟ سي سمول، سي سمول. يبقى سي كابيتال ياخد الاصفر، سي سمول ياخد الايه؟ الاخضر. يبقى اذا النقي يبقى العاملين موجودين سي وسي، يعني العاملين موجودين سي وسي.
بس الاثنين صفة سيدة، أصفر وأصفر، يعني أخضر وأخضر، مية صفة خضراء نقية، صفة صفراء نقية. هيحصل تلقيح ما بينهم. تلقيح يعني إيه؟ يعني هذا الفرد هيدي جامدات أو أمشاج، جامدات أو أمشاج، أمشاج، مش لو قلنا الأداء بيرنت حرف البي فالأمشاج جيم، جامدات. فخد ايه سي وسي، كان كل واحده منهم سي والثانيه سي سمول، بس كابيتال يعني صفه سهله وسي سمول. فالجيل الاول هيبقى كله ايه سي كابيتال سي سمول، سي كابيتال سي سمول، وهيبقى الصفه ايه صفراء هايين 100% صفراء هايين 100% صفراء هايين. سهل يا شباب. طيب نكمل ناخد اثنين بقى بذور صفراء هايين، هناخد اتنين صفة صفراء هايين ونعمل لهم تزاوج مع بعض، اللي هو يعني عشان نطلع الجيل التاني. طلع ايه الجيل التاني؟ هناخد قلنا سي كابيتال سي سمول مع سي كابيتال سي سمول، كل واحد منهم هيعمل جيميتات ازاي؟ سي كابيتال تطلع هنا في جيميت، والسي سمول دي تطلع في جيميت هنا، بس سي كابيتال سي سمول ديت نص المادة الرئيسية نص المادة الرئيسية، هنا سي كابيتال سي سمول برضه. طيب هنا بقى بنحط الاحتمالات بتاعتنا، ايه الاحتمالات؟ احتمال ان السي كابيتال مع السي كابيتال دي ايه؟ اتنين سي كابيتال. طيب السي كابيتال ديت شايفينها؟ مع السي سمول دي، في سي كابيتال سي سمول اهي. طيب بعد كده السي سمول دي شايفينها يا شباب؟ مع السي سمول مع السي كابيتال دي، يبقى سي كابيتال سي سمول، سي كابيتال سي سمول. اخر حاجه سمول مع سمول هنا، يبقى الاثنين سي سمول، سي صغيره سي سمول، فدي هتدي بذور ايه؟ خضراء اللي هو بالشكل ده كده. يبقى اذا الجيل الثاني هيدي بذور خضراء بنسبة واحد الى ثلاثة بذور صفراء. بذور الصفراء يا مستر بقى ترتيبها ايه؟ قال لي واحدة منهم صفراء نقية واثنين صفراء هايين، اثنين صفراء، اثنين صفراء هايين. ده كده هو عملنا رموز، عملنا رموز لون لون البيزل، عملنا برافو يا عمرو، عملنا رموز للون. ننتقل الى القانون الثاني لمندل. مندل كان في المره اللي فاتت يا شباب بيعمل ايه؟ ياخد صفه واحده يدرس. طب لو حط صفتين مع بعض، يعني صفه الطول وصفه صفه الطول وصفه اللون الارم مثلا، هنشوف بقى يحصل ايه في العوام. خدنا بقى الطويل وقصير، والزهرة هنا زهرة قرمزي زهرة بيضة، الطول لون الارض، خد الطول ولون الزهرة. المهم اخد صفتين مع بعض، هل الصفتين يتأثروا ببعض؟ لا ما يتأثروش، كل زهرة تتوزع الصفة حرة عن الزهرة الاخرى، عشان كده سماها قانون التوزيع الحر. قانون ايه؟ التوزيع الحر. يبقى تابع مندل تجاربه لدراسه توارث زوجين من الصفات، توارث ايه؟ زوجين من الصفات في علم التوزيع الحر. فهل تلقيح خلط بين نبات بازلاء واحد اثنين صفتين سادتين مع صفتين متنحيتين؟ النبات الجيل الاول كلها طويله وكلها قرمز، يعني الصفتين السادتين لاحظ ان كلها طويله وكلها ايه؟ قرمز. فليه ان الجيل الثاني بقى تسع افراد طلعوا طويله الساق وقرمزيه وثلاثه بيضه وثلاثه بيضه طبعا وطويله وثلاثه قصيره وقرمزي وواحده بس بيضه بيضة قصيرة، اهي ديت الواحدة دي القصيرة
وبيضة، يعني الاثنين متنحية، الاثنين ايه؟ متنحية. من النتائج لاحظ ان في الجيل الاول كانت جميع النباتات طويلة الساق المزي، اي ظهرت الصفتان السائدتان. وفي الجيل الثاني كل صفة تورثت لوحدها خالص بنسبة 3 الى ايه؟ الى 1، 3 الى 1. بنص قانون مندل الثاني بيقول لي ايه؟ اذا تزاوج فردان مختلفان في زوجين او اكثر من الصفات المتبادله فتورث صفه كل زوج منهما مستقله، وتظهر في الجيل الثاني بنسبه 3 الى 1. كل صفه تورث مستقله وهتظهر في الجيل الثاني بنسبه ايه؟ 1 الى 3. اخر حاجه في مندل عندنا ان الصفات اللي هتتبع قانون مندل هيسموها صفات مندليه، بعد كده في قوانين تانيه هتطلع لمندل ولا تتبع مندل يسموها وراثه لا مندليه، لا تتبع القانون الاول ولا التاني. سوي عادي بس بتاع لما جيت معدي كده ايه، وقفت الحصه قليلا بس لحد بتاع الانابيب ده بعد. في صفات متنحيه وصفات سعيده. لو اني شخص تزوج مع انسان وانسانه تزوجوا وكان واحد منهم بيكون لسان يمكن ان يعمل بالشكل ده ولا لا، سعيده ودي صفه متنحيه، فالاولاد هيطلعوا دول بنفس الصفه دي اللي هي اسمها صفه ايه بقى؟ القدرة على التفاف الأنبوب اللسان، دي من الصفات الإيه؟ السائدة. شحمة الأذن، صرصور الودن اسمه إيه؟ صرصور الودن، شحمة الأذن بتاع اللي فيها الحلق، ممكن تكون سائلة أو ملتحمة مع الجلد. هي بالشكل ده أو ملتحمة. لو في اتنين زوجين ضمنهم واحد كده واحد كده، الأولاد كلهم معظم الأولاد بيطلعوا بالصفة دي. النمش ده في واحد فيهم عنده نمش والتاني لا، فيبدو الاطفال معظمهم هتشوف فيهم الصفه دي بدون نمش في الجيل ده. الغمازات الوجه، غمازات الوجه دي الصفه السائده على عدم وجود الغمازات. الشعر المجعد صفه سائده على الشعر الايه؟ الناعم. شعره مجعد، اتجوز واحدة شعرها ناعم، عيالها يطلعوا شعرهم وحش زيه، كلهم شعرهم كده. كنيش، مسمى كنيش مجعد، شعر مجعد، في شعر مجعد مع شعر ناعم بيسود صفة الشعر الايه؟ المجعد، يبقى صفة سائلة. في جزء صغير جدا احب قبل ما اختم الجزء ده اقول لكم عليه، ان الوراثة مش بس بيقول لي الصفة، النصائح بيقول لي خد بالك ان الانسان لو اقارب اتجوزوا مع بعض بيحصل صفات غير مرغوب فيها زي البهاق او المهق. المهق دوت ده بيزيد احتماله بين زواج الاطارف الاقارب، ودي جزء بره المنهج عشان تبقى عارفين. الناس برضه اللي بتذاكر وراثه، واحنا سمعنا عن حاجه اسمها النهجه دولي. النهجه دولي دي شباب بيحصل استخ ليها، يعني ايه؟ شايفين دي نعجه شكلها مختلف عن النعجه دي. النعجه ديت من غير قرون ولونها ابيض، هيعمل ايه؟ هياخد النواه بتاعتها، نواه من الخليه، ويزرعها في من النعجه دهيت، ويعمل ايه؟ ينزع النواه وياخد النواه ديت يحطها هنا، يبقى ياخد نواه فقط، يظهر صوره كده. شايف معايا؟ ظهر صورة كده. الاستنساخ كان حصل في نعجة اسمها دولي، حصل نعجة بيضة، خدوا منها هي من ثدي النعجة البيضة، وزرع هذه الخلية في بويضة من نعجة منزوع منها البويضة. النعجة عادية لها راس اسود، خلوا النعجة السودة ديت هي التي ترعى الخلايا الناتجة، طلعت النعجة الناتجة
شبه النعجة دي. إذا ده كان عملية استنساخ، عمل نسخة من النعجة البيضة وخلى موجودة في رحم نعجة ذات رأس أسود، يبقى النعجة دي حصل ليها استنساخ وليست نتيجة التكاثر الطبيعي. ده جزء يعني حبيت ناس سألتني فيه عن الاستنساخ والوراثة، دي يعتبر معلومات إضافية الناس سألتني عنها قبل كده. طيب احنا انتهينا من الجزء الاول، هناخد استراحة لمدة دقيقة وهنرجع تاني يا شباب مع جزء تاني وهو التدريبات. يعني هسيبكم مدة دقيقة واحدة بس، هنرجع تاني مع جزء جديد اسمه هناخد تدريبات على هذا الدرس بعد قليل، انتظرونا يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم حبايبي الحلوين، ومع الجزء الثاني في حصة النهاردة إن شاء الله تدريبات على درس المبادئ الأساسية في الوراثة ومع سير الكتاب المدرسي والسؤال الأول اقترح العلم. سلمى وأروى بيطر يا ترى حبايبي معايا، نصحصح مع بعض ونشوف السؤال بيقول إيه. علم يبحث في انتقال الصفات الوراثية من جيل لآخر وذلك بدراسة أوجه التشابه والاختلاف بين الآباء والأبناء. برافو برافو يا سلمى، علم الوراثة. السؤال الثاني، الصفات القابلة للانتقال من جيل إلى آخر، أروى فين؟ من الجواب الأول، الصفات القابلة للانتقال من جيل لآخر، صفات وراثية، أروى تكتب برضه. تمام، السؤال اللي بعده، الصفة اللي تظهر في جميع أفراد الأول في تجارب مندل، الصفة اللي تظهر في جميع أفراد الجيل الأول في تجارب مندل، الصفة الوراثية السائدة. برافو، الصفة الوراثية السائدة. الرابع، السؤال الرابع في مصطلح علمي، لا في كتاب المدرسة، الأسئلة ديت في كتاب المدرسة بعد الدرس على طول، في كتب فيها الأسئلة في آخر الكتاب، التدريبات كلها بتاع كل الدروس في آخر الكتاب حسب الطبعة اللي معاك، تلاقي الأسئلة بعد الدرس أو في آخر الكتاب. تقول إيه هنا؟ المصطلح العلمي، نكرر تاني، ظهور صفة وراثية في أفراد الجيل الأول عند تزاوج فردين. احدهما، برافو، شوف الاثنين بيتسالوا مع بعض، سلمى وارو، برافو عليكم. مبدا السياده التام، مبدا السياده ام. سؤال بقى معلم، قول السبب، مندل نبات البازل لاجراء تجاربه. دي بقى ايه، حاجات كتير ممكن كل واحد يقول واحده ويسمى ما يكتبش لما يلاقي واحده عشان يكتب واحده غيرها. اكتب اول حاجه السبب الاولاني يا سلمى، بتكتب سهوله زراعته وسرعه نموه. سيب يا رب قصر دوره حياته، مش هسيب يا رب تكتب حاجه، اكتب يا رب. صفات متضاده واضحه، مندل اختارهم سبعه، قصر دوره حياته، تمام، سهوله زراعته وسهوله تلقيحه ذاتيا او خلط خلطي او زيت او خنز. برافو يا شباب، برافو برافو يا سلمى. عند تلقيح نبات بسله اصفر القرون نقي مع نبات بسله افضل القرون نقي، ينتج نباتات جميعها ذات قرون خضراء. ده كان يعني بنشرح قانون من دي الاول. طيب يبقى اذا عندي، لان صفة القرون الخضراء هي صفة سائدة بينما صفة القرون الصفراء هي صفة متنحية، وممكن نكمل شرح فيها كتير قوي، ده المختصر لازم اقول كلمتين. طيب سؤال يا شباب، القدرة على لف اللسان من الصفات السائدة في الانسان، لأن الصفة تظهر لمجرد وجود عامل واحد فقط، الصفة دي تظهر مجرد وجود عامل واحد فقط، يلزم ظهورها
عامل وراس واحد فقط او جين واحد فقط وهي صفة سائدة. طب المسألة اللي بعد كده في كتاب المدرسة، آخر حاجة في كتاب المدرسة، بيقول لي يوضح الشكل الذي أمامك تلقيحا خلطيا بين أزهار نبات بسلة قصير وآخر طويل، واحد قصير وآخر طويل. طبعا الطويلة السائل 100% طويلة، هجين 100% ايه؟ 100% ايه؟ طويل هجين 100% طويل هجين. برافو يا شباب. حدد افراد الجيل الاول. ادي افراد الجيل الاول، طويل هجين برافو 100%. اكمل ناقص في افراد الجيل الثاني، وصف افراد الجيل الثاني. يعني ايه يا سلمى؟ يعني ايه اروع الناس اللي اتبعني كلهم؟ يعني بيقول لي في افراد الجيل الثاني في اثنين ناقصين، هنكتبهم ايه؟ وتوصف لي تركيب كل واحد. طبعا اثنين التاني هيبقى طوال، هيبقى ايه؟ الاثنين دول كده هيبقى طويل، ده طويل وده طويل برضه، تمام برافو. ده بس القصير، ودي اتنين دولت هايين، وده ايه؟ ايه النقي. الله الله شطار يا حبيبي، اعتقد درس جميل جدا وسهل، درس الوراثه ده بيهيئنا ويخلينا نستعد للدرس الجميل برضه جدا، الدرس الجاي درس الجينات اللي هنشوفه مع بعض ان شاء الله الحصه الجايه باذن الله يوم السبت القادم الساعه 8 على اكاديميه الدارين. حد عنده سؤال النهارده؟ الشباب اللي حاضرين معايا حد عنده سؤال؟ سلمى، بيتر، اروى، باشمهندسه زهراء، باشمهندسه لوجين. طيب اطلب منكم طلب، نذاكر تاني من كتاب المدرسه، نذاكر بالورقه والقلم، نذاكر يا شباب بالورقه والقلم. اللي عنده سؤال يجهزه ان شاء الله الحصه الجايه يوم السبت، او كذلك يوم الثلاث ممكن ندخل نسال اي سؤال عندنا، اي سؤال عندنا نساله يوم السبت والثلاث الساعه 8. انا سعيد جدا بهذه الحصه وبوجود حبايبنا ايما واروى وبيتر، اهلا بيكم، نورتوا بصراحه الحصه من غيركم ملهاش اي طعم، وانتوا اللي بتنوروا الحصه طبعا مع فريق العمل كله، باشمهندسه لوجين او باشمهندسه زهراء، مجهود رائع يعني، بارك الله فيكم. حد عنده سؤال يا شباب؟ اي سؤال؟